هواوي بي 30 لايت هاتف مميز في الفئة المتوسطة، مقدم لفئة الشباب، حيث يأتي بتصميم مميز وجذاب من المعدن والزجاج، ومواصفات وسعر مناسبين. فلن تعرف عليهما في الفيديو. Audio Jungle. يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع نانو سيم، ولكن منفذ الشريحة لا يقبل سوى شريحتين أو شريحة وذاكرة وكرت ذاكرة في وقت واحد. أما عن الأبعاد فيأتي بسمك 7.4 وزن 159 جرام وتصميم من الزجاج المتين. يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل الثاني والثالث والرابع. الشاشة تأتي بنوتش على هيئة ووتر دروب بمساحة 6.15 إنش بدقة الفول اتش دي بلس بكثافة بكسلات 415 بكسل لكل إنش، وتدعم الشاشة اللمس المتعدد حتى 10 نقاط. أما عن المعالج فيأتي من نوع كيرن 710 من تصنيع شركة هواوي نفسها بتقنية 12 نانومتر. أما عن المعالج الرسومي فيأتي من نوع مالي جي 51 ويقدم أداء متميز في الألعاب وخاصة لعبة ببجي. أيضا كرت الشاشة المالي جي 51 يدعم خاصية جي بي يو تيربو لتعزيز تشغيل الألعاب بكل سلاسة. يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت رام. يدعم الهاتف أيضا تركيب كرت ذاكرة حتى 512 جيجا بايت، ولكن يتم وضعه مكان الشريحة الثانية. الكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 24 ميجا بكسل، لكن الكاميرات تأتي بشكل بارز قليلا عن ظهر الهاتف. فتحة عدسة الكاميرا الأساسية هي f1.8. أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل للتصوير الألترا وايد الواسع. أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وهي مسؤولة عن عمل العزل في الصور. أما عن الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0. الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفول اتش دي ب 30 إطار في أيضا الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف بصورة عامة في التحدث وغيره. الهاتف يدعم البلوتوث بالإصدار الرابع 4.2، والآن هناك الإصدار الخامس وهناك فرق شاسع بينهما. أما عن المنفذ USB فيأتي من نوع Type-C الأحدث مع دعمه لخاصية OTG لتوصيل الهاتف بفلاش أو كارت ذاكرة خارجي. أيضا ما زال الهاتف يدعم خاصية سماعات الأذن بدعمه لمنفذ 3.5 ميلي الخاص بسماعات الأذن، ويأتي هذا المنفذ في أسفل الهاتف بجوار منفذ USB. أما عن وسائل الأمان في الهاتف وهي البصمة السريعة في ظهر الهاتف، وأيضا خاصية فتح قفل الهاتف عن طريق الوجه فيس انلوك. كما ايضا يدعم معظم المستشعرات الاخرى مثل التسارع والقرب والبوصله والجيروسكوب والخاص بنظارات الواقع الافتراضي. ايضا البطاريه تاتي بسعه 3340 ملي امبير وتدعم الشحن السريع بقوه 18 واط. قد اعلنت الشركه ان البطاريه يتم شحنها بالكامل في ساعه و45 دقيقه من 0 إلى 100%. يأتي الهاتف بأحدث نظام تشغيل من أندرويد، أندرويد B9 مع واجهة هواوي الجديدة EMUI 9. عيوب هاتف هواوي بي 30 لايت: لا يوجد هاتف لا يخلو من عيوب. فما هي عيوب هاتف هواوي بي 30 لايت؟ أولا العيب الأهم في وجهة نظري وفي وجهة نظر كثير من المستخدمين هو أنه لا يدعم شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت. المعالج ثاني عيب هو المعالج، فلم يقدم هذه النقلة النوعية والكبيرة مثل الجالكسي S50 وغيره. ليس عيب وهو نوعا ما عيب ليس بالكبير، فيمكن الاستعواض عنه بتركيب لاصقة حماية، أنه لا يوجد أي طبقة حماية على الشاشة. العيب الرابع وقد لا يراه الأكثرون عيب بل قد يرونه ميزة، أن حجم الهاتف صغير وهو موجه أيضا للمحبين الهواتف الصغيرة، حيث الشاشة تأتي صغيرة نوعا. العيب الكبير فيه أنه لم يقدم أي منافسة وأي شيء مميز عن الهواتف الموجودة حاليا في السوق، فيأتي بتصميم اعتيادي جدا. صحيح أن تصميمه جميل لكن هو اعتيادي ومستهلك ولم يقدم أي شيء جديد. إلى مميزات هاتف هواوي بي 30 لايت: الهاتف يدعم لمبة الإشعارات ولكن تأتي بنور ضعيف جدا ولا يمكن ملاحظتها تقريبا.
مسكة الهاتف في اليد ممتازة بحيث يأتي بوزن خفيف جدا مع حواف رائعة. قيم الهاتف شيك جدا، وهناك لمعان في ظهر الهاتف وتدرج في الألوان. متانة جودة تصنيع الهاتف من المعدن والزجاج مع إطار فريم معدني. الشاشة أيضا تعطي أداء مرضي في ظروف الإضاءة المختلفة. وأيضا من ميزات الهاتف أنه يأتي بمنفذ مايكرو يو اس بي تايب سي. أهم مميزات الهاتف وهي الكاميرا الأمامية، حيث تأتي الدقة فيها ممتازة، ولكن تحتاج إلى إضاءة قليلا مرتفعة حتى تأتي بتفاصيل وعدم وجود تشويش للصورة. لكن مجملا الكاميرا الأمامية السيلفي تقدم أداء أكثر من ممتاز في هذا الهاتف. هذه هي مواصفات ومميزات وعيوب هاتف هواوي بي 30 لايت.